الوهابية، هذا أمر مهم لا بد نتكلم فيه لا إشكال. من هم الوهابية؟ هل يوجد فرقة تسمى بالفرقة الوهابية؟ لا. نعم هناك فرقة ضالة مضلة ظهرت في جهة المغرب العربي هناك تلقب بهذا اللقب، لكن عندما يتكلم الناس عندنا عن الوهابية هم يقصدوا الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأتباعه، يعني علماء الدعوة النجدية. والله الذي لا إله إلا هو، نحن لا ندافع عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب لأنه مثلا من الجزيرة أو كان مع آل سعود أو كذا، لا والله، دفاعنا عن الإمام محمد بن عبد الوهاب لأن الطعن فيه طعن في التوحيد، وندافع عنه لماذا؟ حتى لا يطعن أحد في توحيد الله. ليس لنا علاقة بمحمد بن عبد الوهاب رحمه الله إلا التوحيد. فهم أرادوا أن يطعنوا في الشيخ محمد بن عبد الوهاب وقالوا عنه وهابي، سبحان الله، أرادوا أن يقدحوا فيه وإذا هم يمدحوه، لأن الوهاب من هو؟ الله سبحانه وتعالى، فنسبوا دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى الله سبحانه وتعالى، فأرادوا أن يقدحوا فيه وإذا هم يمدحوه. ثم اعلم أن كل من يعلم الناس التوحيد ويدافع عن التوحيد ويحارب الشرك يقال عنه وهابي، اعلم هذا. فإذا قال لك بعض الناس أنت وهابي قل لا، لا يوجد، لكن إذا كنت أعلم الناس التوحيد وأذب عن الشرك تقول عني وهابي، قل عن الذي تقول، لأن هذا الذي سار عليه أعداء الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كاذب وكاهن وساحر، صحيح. ثم هذا لحق أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم قالوا عن أهل السنة ظلما وزورا، قالوا عنه مشبهة ومجسمة وشكاكة ونواصب وغثاء ووهابية وغيره. فعلمتم من هو الوهابي؟ الوهابي في هذه الأيام هو الذي يعلم الناس التوحيد ويحذر من الشرك. أنعم وأكرم. قالوا كذبوا على الشيخ محمد بن عبد الوهاب، يعني كذبات كثيرة. أولا الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأتباعه علماء الدعوة النجدية، تقدم معنا في الدروس المهمة أنهم يجعلوا الصلاة الإبراهيمية على النبي صلى الله عليه وسلم ركن من أركان الصلاة، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم اسمه محمد، سمى بعض أحفاده بأسماء آل البيت. قال بعض العلماء لهم، قالوا هذه كتب محمد عبد الوهاب موجودة، خذوا 10 سنين، من 3 إلى 10 سنين أدرسوا هذه الكتب، لو وجدتم في هذه الكتب حرفا واحدا يخالف ما عليه الأئمة لكم الذي تريدون، كلمة واحدة كتاب التوحيد. البعض يقول، لأن البعض يقول فيه حديث ضعيف، بعض العلماء قال لهم اسمعوا، أريد حديث واحد في كتاب التوحيد باطل أو موضوع أو منكر، ما استطاعوا. هذا الكلام لا يخلو منه كتاب، أن يكون فيه حديث ضعيف، ونحن بإذن الله سنشرح الكتاب بما فيه من أحاديث، ولا ندعي العصمة لا لنا ولا المؤلف رحمه الله تعالى، لكن لا يوجد في كتاب التوحيد حديثا واحدا يخالف أصل الشريعة، مفهوم؟ ومن الخلل والخطأ أن بعض الناس جاء وألف رسالة الأحاديث الضعيفة في كتاب التوحيد، قام العلماء على هذا وقالوا أنت من أين لك هذا تصنع هذه الأشياء؟ أنت الآن كأنك تعطي أهل البدع سلاح وتقول حاربوا محمد بن عبد الوهاب، حارب كتاب التوحيد. يا أخي اكتب تخريج الأحاديث في كتاب التوحيد، صح؟ ولهذا بعض الناس يريد يتميز، يريد يظهر، يأتي بأي شيء، يقول الانتقادات التي انتقدت
على شيخ الإسلام ابن تيمية. من أنت؟ هل صنع هذا علماء السلف؟ لا. إذا لابد تسير على ما ساروا عليه. طيب، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى.